نكمل فقراتنا، واخر فقره معانا اليوم في بنصبح عليك الاحد 15 اكتوبر 2023. زي ما اتكلمت في البدايه انه هنتكلم عن المناعه وتقويه المناعه، وهل غسيل الايدين باستمرار بيقوي المناعه ويحافظ على مناعه الانسان طوال اليوم، وايه الاكلات والوجبات والتغذيه السليمه لتقويه المناعه وتجنب انخفاضها للانسان. طبعا هتكلمنا عنه زي ما قلت الدكتورة دنيا شعير. بنصبح عليك. اهلا صباح الخير. ازيك استاذ عمرو؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. منورانا النهارده، وزي ما قلت هنتكلم عن المناعه، وهل غسيل ايدين حاجه طبعا اساسيه، يعني طبعا دي معروفه يعني، ولكن بتساعد على تقويه المناعه او هنقول المحافظه عليها من انها ما تنخفضش؟ طبعا غسيل الايدين مهم جدا، وللاسف في ناس ما بتبقاش ايه مهتمه بغسيل الايدين. بالذات في اوقات كتير لازم الواحد يعني يبقى حريص ان هو يغسل ايديه. يعني مثلا لما الواحد يبتدي لما يرجع البيت، اول حاجه يعملها ان هو يغسل ايده، لان هو طبعا محمله بالميكروبات من صح، خارج البيت. صح، بيشتري حاجه، مسك حاجه كده، تعامل باي حاجه. في طبعا قبل اعداد الطعام واثناءه وبعد اعداد الطعام لازم برضو الواحد يغسل ايده. مهم جدا اللي بعد استخدام المرحاض او التواليت الواحد برضو يغسل ايده. في ناس كتير واطفال كتير بيهتموش للاسف بالنقطه دي. هي بتبقى دي عاده الانسان بيتعود عليها. خلينا نقول الحقيقة بتقولي ده غسيل ايدين ده شيء طبيعي المفروض بديهي، بس الانسان ما بيحسش ان هو محتاج يغسل ايده الا لما يحس ان هو ايده وسخه، او يعني مثلا كان بيعمل حاجه بايديه، بيصلح حاجه، بيركب حاجه، كان بيشتري مثلا حاجه من السوق وبينقي مثلا خضار، بينقي فاكهه عليها شويه حاجات حس بايده ان هي وسخه. ولكن احنا بنتكلم بقى على الاشياء اللي هي غير العاده، يعني هل مثلا طبيعي انه، او هل مثلا مطلوب ان احنا نغسل ايدينا كل مثلا ساعتين؟ هو ده بقى اللي احنا ممكن حضرتك تقوله لنا. يعني انا قاعد في البيت بتفرج على التلفزيون، كنت باكل اوريدي، غسلت ايدي اول ما جيت من بره او كلت وغسلت ايدي، وقاعد بقى باكل حاجات تانية، فاكهه، باكل ازاز لب، بعمل اي حاجه تانية. فهل بعد كل قد ايه مثلا المفروض الانسان يقوم يغسل ايديه؟ يعني حاجه كده بديهيه تلقائيه المفروض يتعود عليها، كل يعني ساعتين، كل ساعه، كل ساعه؟ لا، هي مش مرتبطه بوقت، هي مرتبطه اكتر باكشنز معينه الشخص بيعمل. يعني مثلا لو ام بتغير لطفلها الحفاضه، او هي مثلا بتساعده في دخول التواليت لازم تغسل ايدها. حد بيغير لحد على جرح لازم بعدها يغسل ايده. حد تعامل مع شخص عنده مثلا انفلونزا برد لازم يغسل ايده. حد عطس مثلا، طبيعي العطس ما يبقاش في الايد، عشان منديل طبعا بالساعات ما بيكونش قادر يلحق منديل نفسه، يبقى كده اهو، هي صح كده. يعني في طب انا متهيألي حضرتك تتفقي معايا انه العالم كله مش مصر، بعد الجائحه الكوفيد 19 انه كله بقى بيغسل ايديه على طول، يعني دي كانت التعليمات على طول، كانوا ارشادات، كان فاللي ما كانش بيغسل ايديه بقى بيغسل ايديه، فبقى خلاص دلوقتي اعتقد الناس متعوده اكتر. خلينا نتكلم على ازاي نرفع معدلات المناعه ونحافظ على المعدلات دي، وكلمينا المفروض تبقى 25 26 28 30 وهكذا. هي رفع المناعه بيجي بحاجات كتير الواحد لازم يعملها. تمام. اول حاجه الواحد يبعد عن الضغوط النفسيه والعصبيه، دي اول حاجه. تاني حاجة رفع المناعة بيبقى عن طريق ان الواحد ينام بالليل، ما ينامش بالنهار، يعني لازم النوم يبقى بالليل. تمام. طبعا التغذية السليمة دي اكتر حاجة ترفع المناعة طبعا. ممارسة الرياضة. تمام. لانه طبعا المناعه دي، ده الجهاز المناعي، بيبقى محتاج انه الدوره الدمويه تكون كويسه، فطبعا ممارسه الرياضه بتساعد طبعا بنسبه كبيره. الواحد بقى طبعا غسيل الايدين، ما ده خلاص بقى، ده اكيد. يعني قلت لك كل الناس دلوقتي بتمشي كده، الحمد لله يعني. الحمد لله. طيب
ايه الاكل بقى اللي هو يعني الانسان ياكله ويقدر يرفع بيه المناعه سريعا؟ وطبعا ده بيختلف اعتقد في اعمار سنيه، يعني الاطفال ترفع مناعتهم باكل معين، الشباب باكل معين، الكبار مثلا من 30 لفيما فوق باكل معين، صح ولا انا غلطان؟ هو بصفه عامه التغذيه السليمه والاكل الصحي، الاكل اللي متحضر في البيت ده بيرفع المناعه. طبعا هو الاطفال بيختلفوا في السعرات الحراريه مثلا عن المراهقين، عن الشباب، عن الكبار. الفكره انه نوع يعني ايه الاكل الصحي مش هنختلف عليه بالنسبه لكل الاعمار، لكل الاعمار. أوكي. بس هي الفكره في طبعا احتياج كل واحد غير التاني. الكميات طبعا مثلا اثناء المراهقه لا جسمي بيتبني فيبقى محتاج سعرات حراريه عاليه جدا من الاكل الصحي ده، من الاكل الصحي ده. ممكن مثلا كبار السن مش محتاجين سعرات حراريه مثلا عاليه قوي. فهي يعني الاكل الصحي اللي هو الخضار، كل يعني الخضار، الخضروات الورقيه زي الملوخيه والسبانخ والبروكلي والقرنبيط وكل الحاجات اللي هي مثلا الجرجير والبقدونس والحاجات دي كلها طبعا. ده المفروض الجرجير والبقدونس ده او والشبت يتحط على طول في السلطه، حتى لو كميه صغيره، حتى لو عود عودين، دي تحافظ على المناعه بطريقه رهيبه. الحاجات اللي هي الحمضيه زي الليمون والبرتقان والحاجات اللي هو الفيتامين سي او فيتامين سي. والجوافه والفرا جيم بقى ولا ايه؟ طيب الشتاء بيعمل ايه في المناعه يا دكتور؟ طبعا الشتاء بيأثر عليها ازاي؟ يعني بيأثر عليها عن طريق كذا حاجه. اول حاجه انخفاض درجات الحراره. طبعا احنا عارفين ان كل الاجسام بتتمدد بالحراره وتنكمش بالبروده. فكذلك الاوعيه الدمويه. لما الواحد يتعرض لبرد الاوعيه الدمويه بتنقبض. طبعا الدم ده فيه كرات دم بيضاء وحمراء وفي صفائح دمويه. كرات الدم الحمراء دي اللي بتخلي الجسم بتحرق الاكسجين او بتطلع الاكسجين من حرق الجلوكوز والى اخره. كرات الدم البيضاء دي بتاعت المناعه. الصفائح الدمويه دي بتاعت لما الانسان يتجرح تقفل الجرح وتعمل القشره والكلام ده. فطبعا لما الاوعيه الدمويه تنقبض مفيش كرات دم بيضاء رايحه للمكان. فالواحد يبتدي ان هو مناعته انها تقل. يعني مثلا لو الواحد حاسس ببرد ومناخيره مثلا او الانف بتاعته بردانه، طبعا مفيش دم رايح لها كويس، فتبتدي قدرتها على الدفاع وان هي تحارب الجراثيم والحاجات دي تقل. فيبتدي الواحد يصاب ببرد جاله مثلا في الزور او اي حاجه، فدي بوابه الجسم. فطبعا درجات الحراره القليله ما تخليش الجسم يعمل بكفاءه ولا المناعه تعمل بكفاءه. تمام. يعني ايه مثلا انا بقول المثل ده عشان نعرف قد ايه انه يعني ايه ان البرد ده بيأثر على الجسم بطريقه قويه. يعني مثلا ممكن واحد يكون بيعرف سباحه ويغرق ويموت، مش لان هو مش عارف ان هو يعوم، لا، لان هو مثلا فضل في الميه مده طويله في درجات حراره منخفضه. الجسم طبعا في انزيمات وفي حاجات معينه ما بتشتغلش الا في درجه حراره معينه. لما بتقل وظائف الجسم كلها بتقل وبتتعطل. تمام. فاول حاجه انخفاض درجه الحراره. يبقى اذا نحافظ على درجات حراره جسمنا بالتدفئه. أيوة. الواحد بقى يلبس جوانتي، يلبس حاجه على، يحط حاجه على مناخيره. يلبس كاب، ايس كاب، يعني يشرب حاجات دافيه. يعني هو هنا ازاي نقدر حضرتك النصيحه انه ازاي نتعامل مع الشتاء بان دايما ندفي نفسينا؟ في ناس بتقول لك ايه اصل الجو حلو وتلاقوا ايه ماشي الشباب بالذات يعني فاتحين صدرهم. هي اهم حاجه ما يبقاش الحاجه ايه
يعني ايه اللي هي صدم يعني مفاجاه او الواحد يبقى دافي جدا وياخد هواء يعني ما بقاش خارج من 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 دفى لساعه البروده مره واحده يعني هي التدريج دي هي اللي ممكن تخلي الجسم ايه يتكيف شويه بشويه تمام طب ازاي الانسان يعرف انه مناعته ضعفت لما يلاقي نفسه بيعيا يخف يعيا تاني يخف يعيا تاني ممكن مثلا يجيله قولون عصبي يخف منه يجيله تاني يجيله تالت وهكذا التهابات على طول عنده التهابات التهاب جيوب أنفية التهاب أنف التهابات جلدية داخل في السايكل دي يتعالج يرجع يعيا تاني أو مدة المرض عنده تبقى زيادة يعني ما بيخفش على طول مش بسرعة يعني. مش بسرعة ما بيحصلش ريكفري أو استشفى بسرعة لو هو عنده بقى أنيميا أو الصفائح الدموية فيها مشكلة يعني دي كلها من ضمن الحاجات اللي هي تبقى إيه زي كده يعني ايه تنبيه للواحد لا في حاجه في المناعه عندك مش مظبوطه يعني بيعلى كتير على فترات قريبه ما بيخفش بسرعه احساسه او هم بالتالي دول اكتر حاجتين طب في حاجه تخلي الانسان يقيس درجه المناعه بتاعته لوحده مش لازم يروح للدكتور او يروح لمعمل تحاليل ولا مفيش هو طالما زي ميزان الحراره كده واحد عايز يشوف هو سخن ولا مش سخن بيحط ميزان الحراره يعرف اذا هو كان هو درجه حرارته 37.5 ولا 36 ولا 39 هو طالما الواحد بعيد عن حاجات اللي هي اللي بتسبب نقص المناعه زي ما هو مثلا بياخد كورتيزونات كلميني عن بقى ايه الحاجات اللي بيبعد عنها عشان بتقلل المناعه زي الاكل والشرب ايه الحاجات اللي بيبعد عنها الانسان في اكله وشربه عشان هي بتقلل عشان طبعا بتقلل المناعه طبعا كل ما هو غير المياه الغازيه مثلا دي اساسا دي لازم الواحد يبعد عنها والوجبات السريعه لازم الواحد برضو يبعد عنها بصراحه يعني لازم الواحد يتجه كل ما هو اي اكل دخل اتصنع حط له نكهه اتحط له ماده حافظه اتحط له لون يعني المنكهات ومكسبات الطعم والريحه والمواد الحافظه والحاجات دي فالاكل ده يعني ما بيبقاش بصراحه يعني كويس للمناعه طبعا بيأثر على كذا حاجه ما هو لو مثلا حاجات زي مثلا الكاتشب والصلصات الجاهزه والصوصات والحاجات دي كلها ما هي بترفع الضغط ما لما بيرفع الضغط فتقلل المناعه طبعا ما هو اهم حاجه هي الدوره الدمويه لو الواحد حافظ على الدوره الدمويه بتاعته سليمه يبقى مناعته هتبقى سليمه لانه هو طبعا الدم هو بينقل كل الحاجات اللي هي بتقاوم الامراض ممكن تبقى ميكروبات ممكن تبقى خلايا سرطانيه ممكن تبقى اي حاجه سموم اي حاجه داخله الجسم غريبه الجسم بيبتدي ان هو يدافع عن نفسه فلو الدوره الدمويه فيها اي مشاكل طبعا المناعه بتتاثر يعني اضطرابات ضغط الدم سواء عالي او منخفض الدهون برضو بتاعه الدم كل الحاجات دي برضو لها يعني تاثير طبعا يعني باختصار كده الروشتة اللي حضرتك تقوليها للناس النهارده عن رفع المناعه وتجنب نقص وانخفاض المناعه الابتعاد عن كل ما هو غير صحي طبعاً. الأكل والشرب ولرفعها الإكثار وكثرة الأكل الصحي الصحي بالذات مثلا الخضروات والفاكهة اللي هي ليها لون الداكنة يعني الأخضر الداكن الحاجات اللي هي الملونة زي مثلا البطاطا والقرع العسلي والفلفل الملون ويعني كل حاجة لها والتوت يعني كل حاجة لها لون
قوي داكن دي بتبقى دي اساسا في التغذيه بتبقى محطوطه كده في كاتيجوري كده لوحده لان هي بتفرز مواد اسمها انسوسيانين. دي بتبقى مواد مضاده للاكسده بصفه عاليه فبتقاوم كتير من الامراض وبترفع المناعه بتاعه الجسم. طيب في حاجات بيبقى فيها الاشياء او يعني الكالوريز او الفيتامينز او هنقول المفيده الاشياء المفيده في الاكلات او الفاكهه او الحاجات اللي بتتشرب بيكون فيها انتي توكسين او مضاده للسموم او كده اكتر يعني مثلا الرمان من ضمن الحاجات اللي مهمه جدا. الرمان ده يعني ده يعني ايه مشروب الشباب ده مضاد للاكسده ومضاد للسرطان والجزء الابيض اللي فيه ده لو حد عنده اسهال او عنده اي مشاكل بيعالجه رغم ان هو بيبقى مر وكل حاجه بس مضاد قوي للسموم اللي هو قشر الرمان ده. فطبعا ده يعني نمره واحد يعني ده رقم لرفع واحد. المناعه يعني لرفع المناعه يجي بعديه ايه بقى؟ هو ده اللي انا سؤالي. يجي بعديه طبعا الشاي الاخضر يجي الكركم والجنزبيل دي حاجات طبعا بترفع المناعه بصفه قويه جدا. في الثوم والبصل دول يتحطوا في الاكل يعني الثوم ما يفضلش الواحد يروح بلعه كفص بس في تابلتس يعني في بيبقى كبسولات, يعني كبسولات مثلا فيها الزيت بتاع الثوم حبوب فيها الثوم بتتبلع وخلاص تمام. فده طبعا ده بيمنع يعني الثوم ده بيمنع الاشارات بين الميكروبات ان هي تهاجم الجسم. مهم جدا طبعا. كلها حاجات بسيطه وكلها حاجات طبيعيه وكلها حاجات قدامنا ده هي كل بس الحاجات اللي موجوده وان هي يعني ما فيهاش اي يعني ايه ما في مش مضر يعني ومش مكل يعني مش شرط اللي هو يعني. يقول لك ايه افوكادو لا مش عارفه ايه طبعا ده للمناعه قوي جدا بس انا عندي البصل والثوم والليمون والجرجير الافوكادو الناس ممكن تبعد عنه شويه تقول لك عشان فيه دهون بس هو لا هي دهون صحيه ده دهون صحيه ومفيده جدا جدا كمان لان هو مليان اوميجا 3. طب ما هو السمك ما هو الاسماك الدهنيه ما هي فايدتها في ان هي دهنيه ده بالعكس ده بتبقى حلوه جدا. طيب بمناسبه ان جبت السمك في ناس بتقلل شويه من الجمبري لانه بيقولوا ان في بيعلي الكوليسترول قال الكلام ده صحيح؟ هو للاسف يعني تاكل السمك ماشي كابوريا ماشي صبيت اوكي الجمبري لا الجمبري يبقى بس ايه ولا في حاجه تانية معايا برضو لا هو ده هو الجمبري فسفور عالي زيادة عليه بيعلي فعلا الكوليسترول بس ممكن يتاكل بس بكميات قليلة وعلى فترات طبعا طبعا طيب احنا الحقيقة يعني حلقة النهاردة بتاعتنا فقرتها الأساسية موضوع المناعة عايزين كده حضرتك نصيحة أو روشتة بسرعة كده للمشاهدين عن البعد عن الأشياء اللي بتقلل المناعة. هو الواحد يبتعد عن كل حاجة مضرة يعني مثلا ايه في الأكل كل الأكل يبقى صحي ومتحضر في البيت ويكون جاهز بحيث ان الإنسان بالذات في الشتاء لو هو جاع يبقى في حاجة موجودة تسد الجوع ده يعني في وجبات بسيطة ممكن ان هي تسد الجوع وما تبقاش ايه مضرة بالجسم زي ما يعني بنقول ممكن المكسرات البسيطة ممكن الفشار ممكن الحاجات دي لأنه لو البني مش مضرة الحاجات دي لا مش مضرة في ناس كانت بتقول على المكسرات أو الحاجات اللي كلها زيوت دي ممكن تكون ده بالعكس ده مليانة فيتامين إي وبتحارب التجاعيد مهمة يعني مهمة جدا. دكتورة دنيا شعير أستاذ مساعد ودكتوراه في التغذية العلاجية وأستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث شكرا لحضرتك نورتينا بنصبح عليك. صباح الخير أهلا وسهلا. مشاهدينا بنتمنى تكون حلقتنا النهاردة يعني نالت إعجابكم واستفدتوا من اللي قدمناه النهاردة في فقرتنا ليه بنصبح عليك ليوم الحد. إلى نلتقي في حلقة جديدة لكم مني ومن طاقم العمل بقيادة نيفين بكري كل التحية إلى اللقاء.